طيب عندنا كلام كتير جدا في الحقيقه عايزين نتكلم فيه من خلال حلقه النهارده، واخبار متعدده سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وده اهم شيء بالنسبه لنا خلال الفتره دي، لان الفريق قادم على تحديات مهمه جدا هتبتدي ان شاء الله باذن الله من خلال يوم الاحد القادم، بتحديد يوم 11 اغسطس اول مباراه للنادي الاهلي في مشواره الافريقي. هذا المشوار الهام واللي بينتظره كل الجماهير الاهلاويه. مش بس كده، عندنا كمان بعد اول مباراه بالتحديد مباراه اخرى في بطوله كاس مصر واستكمال لهذه البطوله اللي ابتدت الموسم اللي فات وتستكمل دلوقتي، ومن خلال مواجهه فريق بيراميدز في دور ال 16. كمان نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المواجهه. بعد كده هنرجع نلاعب فريق اطلع بره في مباراة الإياب، المباراتين بشكل عام هيكونوا على استاد الجيش ببرج العرب، وبعد كده هيبقى عندك مباراة السوبر، بقيت طبعا مباراة كأس مصر إن شاء الله النادي الأهلي يوفق فيهم ويتأهل للأدوار البعيدة في كأس مصر، وكمان إن شاء الله يفوز باللقب، وعندك مباراة السوبر مع الزمالك قبل انطلاق بطولة الدوري. تحديات كلها هامة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. لكن في إطار مباراة الأهلي الأفريقية، خلاص تم تحديد 10,000 مشجع في مباراة الأهلي وفريق اطلع بره، فريق بطل جنوب السودان، وده من خلال يعني الكلام اللي قاله العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي خلاص تلقى موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10,000 مشجع، إن شاء الله تكونوا بداية لأعداد أكبر فيما بعد يحضروا المباريات الأفريقية بشكل كامل لكل مختلف الأندية المصرية، وعايزين بإذن الله الحياة تعود للملاعب بالشكل الطبيعي، وخصوصا بعد تنظيم بطولة الأمم الأفريقية الأكثر من رائع من كل المسؤولين في الدولة. في الحقيقة عملوا لنا بطولة ممتازة من ناحية تنظيمية، كرويا للأسف كنا سيئين جدا، لكن تنظيميا وده الأهم بالنسبة لبلدنا الحبيبة، إن الأمور كلها خرجت بالشكل المطلوب والشكل الجيد جدا واللي أبهر العالم كله. فبالتالي بعد هذا التنظيم وبعد حضور الجماهير بشكل جيد جدا ومن غير اي ازمات واي مشاكل، فخلاص باذن الله دي هتكون خطوه، 10,000 مشجع خطوه لمزيد من المشجعين في المباريات المختلفه في الملاعب المصريه. المهندس او عفوا العميد محمد مرجان قال ان مباراه الاهلي واطلع بره هتقام يوم 11 اغسطس الجاري باستاد الجيش ورجع عرب، بعدما اتفق الاهلي مع بطل جنوب السودان، وده خبر احنا كنا خلاص اتكلمنا فيه قبل كده. وكمان وجه المدير التنفيذي للنادي الاهلي الشكر لوزاره الداخليه على الجهود الكبيره التي قاموا بها في سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على أمنها، وخصوصا زي ما قلنا حضراتكم بعد الثقة الكبيرة والشغل الكبير اللي كان متواجد في بطولة الأمم الأفريقية. ده خبر من ضمن الأخبار الهامة جدا في الحقيقة. بشكل عام يعني الاستعدادات ماشية بشكل كويس، سواء استعدادات أمنية وتنظيمية للمباراة واستعدادات فنية، وده الأهم بقى بالنسبة لنا أو بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي.